الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. يا واحد يا أحد يا صمد، اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا. يا عليم يا حكيم، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعله شفيعنا ودليلنا إلى جنات النعيم. يا غفور يا غفار، اغفر لأموات المسلمين، اللهم ارفع درجاتهم في المهديين، واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم انزل عليهم رحمتك وفضلك، وأنت الكريم المنان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اقبلت، اللهم تقبل توبتنا، وسدد ألسنتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخيمة قلوبنا، واهد قلوبنا، وأجب دعوتنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رحيم يا رحمن يا كريم يا غني يا حميد، ارزقنا الفردوس الأعلى بغير حساب، وحرم وجوهنا ولحومنا عن النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا من خلص عبادك وأوليائك وعبادك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحبه وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وانفع بهما الإسلام والمسلمين، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.